اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. بركي كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ كله تمام. كل سنه وانتم طيبين. هنبدا الاول عن فوز، او نتكلم عن فوز فريق كره اليد على فريق نادي الزمالك في السوبر الافريقي والصعود الى يعني مجازا كاس العالم للانديه السوبر جلوب في كرة اليد للمرة الثالثة على التوالي. طبعا ده استمرار لنجاح النادي الأهلي في كل الألعاب السنة دي. كان النادي الأهلي السنة دي محقق 16 بطولة. 14 في كل... لا في كمان دوري منطقة القاهرة وفي 16. ماشي. يعني 16 بطولة. ممكن حتى أنا معايا ماشي. ممكن أقولهم لحضرتك كاملينهم. يمكن في كرة اليد احنا أخذنا 3 بطولات. أوكي. يعني ممكن أقول لحضرتك كل البطولات حتى ال 16. أول حاجة كرة الطايرة سيدات أخذنا 3 بطولات. السوبر المصري 26 فبراير 2024، الدوري العام 6 ابريل 2024، وكاس مصر 13 ابريل 2024. كره الطايره رجال اخذنا 2، كاس السوبر المصري والدوري العام. كره اليد رجال اخذنا 3، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري 7 اكتوبر، وكاس السوبر المصري 8 ديسمبر، وكان السوبر الافريقي امبارح. كرة اليد سيدات أخذنا بطولتين، الدوري العام 16 يوم 16 مارس وكاس مصر يوم 24 مارس. كرة السلة رجال أخذنا بطولتين، بطولة الدوري المرتبط وكاس السوبر المصري. كرة السلة سيدات أخذنا 2، كاس السوبر المصري وبطولة منطقة القاهرة. كرة القدم أخذنا 2. فكده حتى الآن حطيت كرة القدم. طيب ما هو ماشي. أنا قلت ألعاب الصالات فقط. لا 14 واثنين كرة قدم. واثنين كرة قدم يبقوا 16. يبقى انا كلامي مظبوط وانت كلامك مظبوط. يعني كل واحد فينا بيتكلم انا بتكلم عن امبارح على العاب الصالات ان هم 14 بطولة. انت بتتكلم النهارده على العاب الصالات زائد البطولتين بتوع القدم. البطولتين يبقى 16 بطولة للنادي الاهلي من اول السنة. من اول السنة لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي. يا مسهل يا رب. فبالتالي هي بطولة الحقيقة رائعة جدا. يحسب برضه لمجلس إدارة النادي الاهلي النجاح في كل الالعاب. صحيح. ونتمنى ان شاء الله ان احنا برضو نواصل البطولات كده في كل الالعاب ان شاء الله، ونفضل مزيد من بطولات لبطولات ان شاء الله. كريم، طبعا يا كابتن اسلام البطوله دي كانت مهمه جدا لفريق كره اليد النادي الاهلي عشان اكيد مؤهله لمونديال الانديه، وكمان انا بعتبرها البطوله الاهم. وقبليها كمان كان في يعني كلام كتير، النادي الاهلي ما جابش محترف، كل يعني نادي الزمالك قدر ان هو يجيب جاب واحد مصر بالظبط، جاب قدر عمل بعض الصفقات المخصصه لهذه البطوله. تلك اثنين بره واثنين جوه بالظبط. النادي الاهلي يعني ديفيز المدير الفني الاسباني اكتفى بالقائمه ووضع ثقته في الفريق، وشفنا بصراحه يعني المباراه كانت يعني ماشيه هدف بهدف اعتقد لمده 20 دقيقه. 20 دقيقه كامله. هو اول 5 دقائق الاهلي كان متقدم 4-0. 4-1. بعد كده 4-5 4-6-4 للزمالك، وبعد 6-6، وبعد كده فضلت ماشيه لغايه 15-15. نادي الزمالك ما تقدمش غير بهدف واحد، فرق واحد بس، عمره ما تقدم فرق هدفين. النادي الاهلي اتقدم فرق هدفين، نادي الزمالك كان بيقدر يرجع في الدقائق الاخيره لغايه لما جت الدراما في اخر دقيقتين. بعد طبعا الطرد اللي حصل، والنادي الاهلي بيلعب باربع لاعبين ورميه جزاء نادي الزمالك، دراما بجد، دراما فعلا. كل اي حد بيتفرج على الماتش قال لك خلاص الزمالك خد الزمالك هيجيب ركله الجزاء والاهلي بيلعب ناقص هيضيع الهجمه والماتش خلص. حميد طبعا عمل يعني تصدي اعجازي، رجع النادي الاهلي المباراه وهو ناقص ب2. طبعا برده لازم برده اشيد بحارس الاساسي اللي كان بيلعب، كان اعتقد اسمه محمد ابراهيم، انا مش فاكر اسمه. محمد ابراهيم عشان بس انا مش فاكر اسمه بصراحه. لا عبد الرحمن طه كمان الحارس الاساسي كان ثلاثة بصراحه مميز جدا. النادي الاهلي الحمد لله قدر يجيب الهجمه، وبصراحه برده يعني عمل فينيشنج ممتاز رائع. عن طريق حماصه لما عمل الاوفر لابنج وعمل الوان تو السريع في الاخر هدف الانتصار بالبطوله، يبين لنا قد ايه بجد بجد انتصار كان مستحق لفريق كره اليد، وعملوا مجهود مميز. وان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق برضو، ان بعد يومين اعتقد هتبدا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه في الجزائر، برضو نتمنى لهم ان شاء الله الانتصار والفوز بيها. اذا خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وهيمنه اهلاويه على السوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي. كوماندوز الأهلي يصنع المجد، يغزو، ينتصر، يهيمن على لقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ويحجز بطاقة التأهل إلى السوبر جلوب للمرة الثالثة على التوالي.
بسيناريو إعجازي أعلن تتويج رجال يد الأهلي بلقب السوبر الإفريقي من على صالة ميلود هيدفي من مدينة وهران الجزائرية على حساب الغريم التقليدي الزمالك بعد مباراة درامية شهدت أداء قوية من جانب الفريقين قبل أن يحسمها رجال القلعة الحمراء ب23 هدفا مقابل 21 بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب وإدارة محكمة للقاء من قبل المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الذي عدل المباراة خططياً بصورة مميزة حتى نهاية اللقاء وحسم اللقب. قرر ديفيد ديفيز منح الفريق راحة من التدريبات بعد أن حسم الفريق لقب السوبر الإفريقي قبل العودة سريعاً لاستئناف التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الجزائر. من جهته حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي على هذا الإنجاز الكبير على الصعيد القاري مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب. ألف مبروك لرجال اليد كوماندوز النادي الأهلي في كرة اليد، الحقيقة استحقوا مننا كل التهنئة وإن شاء الله نهنيهم خلال الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع نفوز بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد المقامة أيضا في الجزائر، إن شاء الله نحتفل مع حضراتكم ومعاهم على الهواء مباشرة. النهاردة عندنا فقرة تحليلية كاملة على نادي مازيمبي، هنشوف تحليلات، صور، تشكيل متوقع، فيديوهات، حالات فنية، حتى الرسم. هنعمل لحضراتكم النهاردة حلقة عشان نعرف كيف يستطيع النادي الأهلي أن يفوز على هذا الفريق المحترم خصوصا جوه أرضه. وحبدأ مع أحمد ثابت. النهاردة شفنا قاعدة أو وقفة للكابتن خطيب مع اللاعبين داخل الملعب. طبعا الكابتن خطيب النهاردة دي رسالة، يعني أنا شايفها رسالة أولا للإعلام بصفة عامة، أن النهاردة الكابتن خطيب بيدعم مارسيل كولر، مفيش أي كلام بقى على أي حاجة، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن الكابتن الخطيب تلاقيه دايما موجود في الأوقات الصعبة، صحيح. وقت يحصل أي هزيمة أي حاجة، يعني وقت ما بناخد بطولة أو بطولات كبيرة، يعني في نهاية دورة أبطال أفريقيا رئيس البعثة اللي بيطلع يستلم، تلاقي رئيس البعثة هو، لكن وقت الأزمة بتلاقيه موجود، لم الشمل في الفترة دي مهم. وأنا برضو عايز يعني في حاجة، يعني ليه دايما لما بنيجي نفرح نفرح قوي ولما يحصل خسارة نهد المعبد؟ ليه دايما ده بيبقى طبعنا؟ يعني احنا لازم من حقنا نزعل ان احنا كان نفسنا نكسب، ده طبيعي ان كل اي اهلاوي طبعا طبيعي نفسه كان يكسب نادي الزمالك، بس احنا برضو مش نشوف مثلا ان كولر ده وحش خلاص عشان خسر ماتش، بنخليه وحش قوي. خلي بالك هي كره القدم كده، دايما الناس المشجعين من حقهم يقولوا اللي هم عايزينه ويعبروا عن اللي هم شايفينه وغضبهم وكل حاجه من وجهه نظرهم طالما في اطار الأهلوية وحب الأهلوية للنادي والكلام ده كله. فالمشجعين دايما بيبقى نظرته غير المسؤول طبعا. يعني المشجع أنا دايما أقول هذه الكلمة، أنا دايما يعني تقال لي لا ما أنت دايما يعني الجمهور بتبقى واقف، طبعا، لأن الجمهور ده هو اللي بيحط اللعيب في سبع سما، فلازم اللعيب لما يبقى وحش يستحمل الكلام اللي بيقوله اللي بيحطك في سبع سما ده. وحاجه ثانيه يا كابتن، انت مش محتاج تعقب على كل حاجه الجمهور هيقولها، يعني اسمع وخلاص، يعني مش لازم نعقب. سلام عليك، فاهم قصدي؟ يعني الجمهور قال مش لازم نعقب، لا الجمهور يقول اللي هو عايزه. أيوة بالظبط، لانه من حقه يقول اللي طبعًا هو عايزه. طبعا طبعا طبعا، المنظومه او الحاجه الوحيده اللي في المنظومه هو اللي بيحط ايده في جيبه وبيدفع وبيروح يتفرج عليك، بيروح يتفرج عليك كلاعب. لا ودايما كمان الجمهور اللي بيتحكم في كلامه قلبه، يعني مفيش عقل، يعني مفيش، ما عندوش حسابات منطقيه، هو على طول مثلا زي ما سابت كده قال لك هيجي مثلا كولر يعمل حاجه حلوه انت اعظم مدرب في الحياه، هيعمل حاجه وحشه انت لا لا، بس خلي بالك، لا لا احنا جمهور النادي الاهلي مختلف تماما، صح بيقول اللي هو عايزه وكل حاجه، ولكن انت هقول لك حاجه، انت كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على الوداد المغربي في البطوله الاخيره بعد هزيمته 5-0 5-2 من سان داونز؟ افتكر ايه اللي حصل، انتقاد شديد يوم المباراه اللي كانت اعتقد يوم حد، كنا هنا مع بعض احنا تقريبا يوم الاثنين او حاجه كده، الاثنين كنا مع بعض. ابتداء من يوم الاثنين مسانده ودعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. انا بقى بكلم اللعيبه، انت يعني علاقتي باللعيبه كلها كويسه، فكنت لما اجي اكلم حد يقول لك كفايه يا كابتن،
كفايه بس وقفه الجمهور، وكفايه اللي هم يعني عاملينه او زعلهم ان احنا نتغلب كده الماتش اللي جاي. وكان القطن الكاميروني لو تفتكر 4-0 ورحنا يومين متاخر او قعدنا يومين زياده وبعدين رحنا كسبنا 4-0 هناك. مهما تقول لي بقى وحش مش وحش، اي فرقه ثانيه كانت كسبت 0.5 لو كانت كسبت، صح ولكن النادي الاهلي مع وقفه الجماهير وقفت. عشان كده انا دايما بشوف ان الجمهور من حقه يقول له عايزه، مالكش دعوه بالجمهور، انت كلاعب كمسؤول مالكش دعوه بالجمهور، شوف انت قرارك بما يتناسب مع اللي انت شايفه واعمله بعيدا عن الجمهور، لان الجمهور له الحق فيما يريد ان يقوله. حتى لو كان في بعض التطرف في الحب او التطرف في النقد مفيش مشكله خالص من حقهم. انا برضو كلامي مش معناه ان كولر ما غلطش، لا انا شايف ان كولر طبعا غلط، يعني اخطا في التشكيل في رؤيته للمباراه. انا خلي بالك انا لما نيجي نتناقش انا مش شايف ان هو اخطا، لا في معلش يعني كان الافضل، يعني الافضل برافو الأفضل. عليك لا برافو عليك انت قلت الصح الافضل، يعني كان في حلول افضل. هو رسم خطه ورسم فكره. انت معاك الارقام بتاعت الزمالك؟ معايا. حلو جدا. ارقام نادي الزمالك والنادي الاهلي في الشوط الاول اول نص ساعه مين الافضل؟ اول نص ساعه نادي الزمالك. لا طبعا الاهلي او النادي الاهلي اول النادي الاهلي اول 20 دقيقه افضل بايه؟ اول 20 دقيقه النادي الاهلي. سوري، اول 20 دقيقه 25 بس. اول 20 دقيقه النادي الاهلي، اول 20 دقيقه 25 دقيقه النادي الاهلي، بعد الدقيقه 25 نادي الزمالك بدا يتحكم. نادي الزمالك اتحكم. فمعنى كده ان انا كمدير، طيب تخيل انت، تخيل خلينا نتخيل مع بعض ان ال 25 دقيقه دي كملت ل 45. لا والشوط الثاني يا كابتن اسلام، لا الشوط الثاني ده قصه ثانيه. الشوط الثاني عمل شغل فني ممتاز. لا سيبك من الشوط الثاني، انا لسه دلوقتي بتكلم. لا كتغييرات، استنى بس، كفايه تغييرات ونقله رضا سليم من مصطفى الزناري لعمر جاب ثانيه. لا دي كانت ممتازه، دي وقف عمر جاب. هو تغييراته كانت يعني هو احسن ماتش عمل فيه تغييرات كان ماتش الزمالك. طب ثابت، عايز بقى اسالك سؤال معلش. طب مش نسمع بعض علشان يبقى الكلام واضح للناس. كابتن اسلام فتح نقطه مهمه قوي، طبعا كل الناس من حقها طبعا تقول وجهه نظرها. طبعا بنتكلم على الجمهور ولا فنيين ولا مسؤولين. معلش، هل معنى ان انا اقول ان انا موافق على اللي يعني او انا شايف ان كولر ليه؟ وانا معلش عشان يبقى الدنيا واضحه، انا هقول وجهه نظري ان كولر كان عندنا الافضل طبعا، لكن هو ما كانش وحش الشوط الاولاني 25 دقيقه الاولانيه. وعلى فكره بس هو الشوط الثاني كان احسن من الاول. لا الشوط الاولاني احسن بكتير، مفيش فرق. الشوط الثاني سوري مفيش فرق اساسا. يعني الشوط الثاني انت 40 دقيقه ال 18 انت جوه ال 18 بتلعب نادي الزمالك، وبعدين يخبوا الكور من كتر الخوف. فانت بتتكلم في 40 دقيقه جوه ال 18 اخر خمس دقائق خلاص 2-1 فسبت الملعب. هو ربنا وفقهم في الهجمه عكس التيار. بس هو السؤال هنا هل احنا النهارده في مساحه بجد بكل امانه يعني في المنظومه كلها ان احنا نقيم كولر؟ مستحيل. يعني الاجابه لا. برافو عليك. اكيد من الاجابه لا. انت عارف انا ممكن الاجابه لا. لا عارف ايه؟ ممكن اقيم كولر في هذه المباراه ولكن مش في النادي الاهلي. مش في النادي الاهلي، وده اللي احنا بنسمعه. وانا اسف والمره المليون بقول ده كلام بعض من لا يشجع النادي الاهلي، مش جمهور الاهلي برضو مره تانية ومره عشرة، لان انا بشوف كلام الحقيقه انا عمري ما اقول كده ولا عمري، لكن ماشي. انا اللي بقوله انه جمهور الاهلي من حقه ان هو يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه بغض النظر عن اي حاجه. بس صح، وجمهور الاهلي دايما هو اللي بيفوقنا. صح. هو اي هزيمه تحصل هو زعلهم، ده هو ده اللي بيفوق الفرقه تاني. زي ما حضرتك قلت على مباراه سان داونز لما حصل الهزيمه، الشده والزعل اللي عمله جمهور الاهلي هو اللي خلى الفرقه ترجع تاني. لكن انا بتكلم على تحديدا على مباراه الزمالك، انا كنت اشوف ان التشكيل اوكي كان ممكن يكون احسن من كده. طبعا في رايي التشكيل كان ممكن يكون احسن في وسط الملعب. يعني ليه ما كناش بدانا بدليل مثلا، بدليل ان هو مارسيل كولر ما بين الشوطين عمل ايه؟ ما بين الشوطين عمل 3 تغييرات. ليه؟ عشان شاف ان الثلاث لعيبه دول ادائهم الشوط الاول ما كانش كويس. برافو عليك. لو كان الثلاث لعيبه دول ادائهم كان كويس الشوط الاول كان هيتغيروا. كان واضح جدا من التكتيك بتاعه. خلي بالك ان هو كان من في بعض اللاعبين نازلين 45 دقيقه بس. عارف ليه؟ ليه؟ هو عشان عامل حسابه على ماتش مازيمبي، عايز يريح. غير ان هو عامل حسابه على ماتش مازيمبي، انا ما اتكلمتش مع كولر، ولكن هو ليه طاهر مع علي معلول؟ ليه طاهر مش ناحيه اليمين؟ طاهر عشان يقفل الجبهه بتاعت الناحيه اليمين عند نادي الزمالك. اذا كنت انا اخترت كريم سعيد ان هو يلعب عشان يقفل على احمد ثابت. صح، خلاص. فكريم سعيد ما عملش اللي انا عايزه. خلاص شكرا، متشكر، انت لعيب جامد جدا وحبيبي واخويا وكل حاجه، انا كمدير فني بقى اعمل ايه؟ خلاص انا اللي طلبته منك عملته، شكرا. اللي بعده يجي يكمل المشوار اللي انا حاطه في دماغي. فقد يكون
الكلام اللي معمول ده معمول ل... ل... يعني لفكره معينه ثم تاكيدا لكلام ده اللي احنا شفناه صح. يعني مثلا هو حط عمر كمال قدام هاني، هي دي الفكره دي كويسه جدا، الناس كلها كانت بتنتقد الحته دي ممتازة. ليه بقى ممتازة. لا بس عشان هو اصلا بتنتقد عشان فتوح ممتازة. جبهه فتوح وكان ناصر ماهر بيخش لجوه، ففتوح دايما هو رامي عمر كمال على فتوح، دي فكره بس اللي ما ساعدوش في تطبيق باقي الافكار يعني بعض اللعيبه ادائها ما كانش لازم طبيعي محتاجه وقفه لا في لعيبه برضو محتاجه لازم وقفه، لازم تقدم اداء احسن من كده يعني صحيح. كريم نيدفيد لازم الاداء يكون اقوى من كده، الالتحام كل ماتش الكريم نيدفيد بياخد انذار بدري بصراحه يعني مباراه لو نفتكر ماتش السوبر اخد انذار بدري وكنا قلقانين من الطرد برضو طاهر محمد طاهر محتاج ان انا الجناح بتاعي طاهر مسته في الدور الدفاعي بس الدور الهجومي والتكمله والزياده لازم تكون اكتر من كده. مودست اختياره المودست ولا اسامه ابو علي، انا بشوف ان مودست يا جماعه افضل حاجه ليه يكون بديل، انا بقول اهو مودست يكون ورقه رابحه في الشوط الثاني الافضل ليه كده، انت عندك واحد زي اسامه ابو علي وعندك كهربا الاثنين كويسين جدا اقدر ابدا بيهم، مودست ليه في الشوط الثاني؟ مودست بدنيا ما يلعبش 90 دقيقه، هو عنده خبره جوه ال 18 ان هو يقدر يجيب لك واحده بالراس يتحرك جوه المنطقه بشكل كويس، فمودست يبقى تغييره، يعني مودست لو كان نزل في ماتش الزمالك في الشوط الثاني مع الكرات العرضيه الكتير دي كان هيبان بشكل احسن، لكن انا لما ببدا بيه انا وجهه نظري انا بحرقه بصراحه. طبعا كل دي وجهات نظر ولكن في النهايه من يختار هو المدير الفني. فانا شايف ان كولر الشوط انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان تغييراته كانت احسن من مباراه يعني في الكاس غير برضه عمل تغييرات كويسه بس تغييره البدري ده كان كويس، لكن اختياره للتشكيل من الاول كان ممكن يكون احسن من كده. في الاول وفي الاخر زي ما كريم قال تقييم كولر احنا مش بنقيم كولر مدرب اكيد كبير حقق 7 بطولات في شهر ونص ممكن في ماتش في سنة ونص ممكن في بعض الماتشات ما يبقاش موفق في تغييره طبيعي يا جماعة في قراءة ماتش هو النهاردة لا هو النهاردة جوارديولا هو قاعد بره ومقعد دوكو ده طب ده مقعد دوكو ده ليه؟ ما تفهمش عشان ينزل الشوط الثاني يجي يعمل الاسيست هو ليه ده؟ أي حد بيتابع ليه ده؟ ليه دوكو أحسن من جريليش أحسن من جريليش أحسن من جريليش ده بس هو بيبقى عنده فكرة معينة أنا عايز النهاردة ليه بقى هنا بنقول يا كريم إن جوارديولا ده عبقري على بقرينه طب لو طلع النهارده هتعملوا ايه صح 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 وركلات ترجيح يعني وركلات ممكن مثلا ودوكو ده من ساعه ما نزل اللي انا يعني كل الحاجات اللي بتجيلي ومن ساعه ما نزل ما بيعملش حاجه ان هو الهجوم من عنده ويرقص ويروح يجيب جول يعني المفروض يروح يجيب جول او يعملها بالعرض خطر طيب واحد زي ده ما لعبوش لابن الاول هو فكرته كده هو عايز يعمل صح. فكره ان هو ينزل جريليتش عشان يقفل مش عارف مع مين ناحيه فينيسيوس مثلا يعني عشان يكون لعيبه الريال تعبت هي افكار فيديك نفس في الشوط الثاني واحد عنده سرعات وبالتالي هي افكار قد تنجح وقد تفشل ايوه صحيح ولازم كمان دايما والمدرب على فكره لازم يستحمل اي حاجه بتحصل والمنظومه تستحملها برضك اسلام لان المدرب مش لازم كل فكره هيفكر فيها هتنجح يعني خلينا برضه نكون صراحه في الشغل انت مش كل فكره انت بتفكر فيها وانت عايز تطبقها لازم تتوافق مع كل الناس بتبص عليك يعني انت ممكن تبقى باصص من منظور معين والناس مستنيه منظور تاني هي بس النقطه الوحيده ان احنا برضه لازم برضه ناخد بالنا منها تعاقب المباريات لا تستحمل الجدل الكثير بمعنى ايه لو انا بتكلم على مباراه وبعديها فتره من الراحه انا ممكن النهارده انتقد يوميا ما عنديش مشكله لكن ما ينفعش خالص احنا النهارده مثلا بتكلم على مباراه يوم اتنين ولا يوم حد وعندي مباراه الاربعاء عشان عندي مباراه السبت في قبل نهائي انا عندي لعيبه بتقرا الكلام وعندي لعيبه بتسمع وعندي لعيبه الجزء المعنوي مهم والجزء المعنوي لازم الناس تخلي بالها منها لان النهارده احنا مش في زمن الجرايد احنا مش في زمن الصحف الورقيه خلاص صحيح. احنا في زمن الناس كلها مطلعه على كلام بعض وبرده مفيش مشكله خالص ان الناس تكتب وجهات نظرها ومفيش ادنى مشكله في ده بس نبقى كل ببساطه كده اهو نقيم المباراه بس يا ريت بلاش نقيم الايه الفتره كلها صحيح. لما يجي نهايه الموسم ونخلص الاجنده كلها نقيم كل الناس طيب بس الوقت ما ياخدناش احنا عايزين نروح للاهم وهو مباراه مازيمبي نعم دلوقتي مباراه مازيمبي هي الاهم عايزك تقول لي يا احمد اليوم ده هيبقى الطقس عامل ازاي الرطوبه عامله ازاي يوم 20 ابريل في ملعب لوبومباشي نعرض الصوره احنا جايبين معانا اول حاجه الطقس والرطوبه يوم الماتش برضو الرطوبه هتبقى 68% اوكي ودي حاجه يعني حسن حظنا شويه ان الرطوبه كانت 90% لغايه يوم الخميس
توقعات الطقس ان هي هتقل شويه تبقى 68، بس طبعا عاليه يعني، هي ما زالت عاليه. 68 دي عاليه، بس دي لما بنشوفها هنا بتبقى عندنا قصه. بس يعني بالنسبه للايام اللي فاتت كانت 90%، فالحمد لله نوعا ما ممكن نطمن الناس شويه ان الرطوبه ممكن تكون اقل شويه. سرعه الرياح 16 كيلومتر في الساعه. توقع سقوط الامطار في ممكن يكون بنسبه 20%. تنزل شويه يعني، يا ريت ال 20% اللي يحصلوا بنسبه 20%. فدي يمكن طبعا المباراه هتكون صعبه. الملعب زي ما احنا شايفينه قدامنا على الشاشه نجيله صناعي، وبرده شطاره كولر النهارده ان تم التدريب في ملعب النجيل الصناعي في اهلي مدينه نصر عشان اللعيبه برده تبدا تتعود على الاجواء قبل السفر، فدي كانت حاجه مهمه جدا. طيب نيجي كريم من الاول قبل طب اتفضل. في بس مقارنه قبل ما نبدا في الكلام الفني يعني ما بين الارقام ما بين النادي الاهلي ونادي مازيمبي. اوكي. ده من بدايه دور المجموعات لغايه نص النهائي. يعني الست ماتشات بتوع دور المجموعات والاثنين بتوع دور الثمانيه. النادي الاهلي اللي على اليمين طبعا سجل 9 اهداف، مازيمبي سجل 8 اهداف، يعني بالنسبه للقوى الهجوميه متقاربه. استقبال الاهداف النادي الاهلي استقبل هدف واحد بس في دوري ابطال افريقيا، مازيمبي استقبل 3. الشباك النظيفه النادي الاهلي حافظ على نظافه شباكه 7 مقابل 5 لمازيمبي، اذا دفاعيا النادي الاهلي برضه بيتفوق. نيجي للاستحواذ، استحواذ النادي الاهلي على الكوره 53.6، اما مازيمبي 46.2، فده بياكد ان هم فريق ممكن نوعا ما بيسيبوا الكوره للخصم، لكن النادي الاهلي بيلعب على الاستحواذ اكتر. بدليل ان معدل التمريرات القصيره 388 تمريره مقابل 263 لمازيمبي. صحيح. التمريرات الطوليه لمازيمبي كتيره الصحيحه 20.8، وده دليل ان هم بيعملوا مازيمبي يعني اسلوب لعب مباشر، يعني تمرير طولي وعرضيات اكتر من اكتر الفرق اللي بتعمل عرضيات في دوري ابطال افريقيا. والخطر الاكبر على النادي الاهلي هي العرضيات. بيعملوا 6.4 عرضيه، 6.5 يعني عرضيه في الماتش الواحد مقابل 3.8 للنادي الاهلي. لا النص دي بتحسبها ازاي معلش؟ يعني هي نسبه بتتقسم لغايه لا هي بتبقى نسبه يعني مثلا انا فاهم بس انا بقول لك يعني نقول 7 عرضيات مثلا. 7 عرضيات سبع هي احنا جايبين معدل يعني 7 عرضيات في الماتش الواحد صح، ده رقم طبعا كبير. معدل المحاولات الشراسه الهجوميه عند مازيمبي برضو كبيره 12.8 يعني 13 محاوله مقابل 12 محاوله للنادي الاهلي. في حاجه كمان جايبينها في الاحصائيات معدل ارتكاب الاخطاء، مازيمبي من اكتر الفرق في دوري ابطال افريقيا اللي بترتكب فاولات لعب عنيف 19.5 في الماتش الواحد مقابل 13 في الماتش الواحد للنادي الاهلي. فالارقام بتقول زي ما احنا شايفينها ان هم فريق بيلعبوا لعب مباشر اكتر، بيعتمدوا على التمرير الطولي وعلى العرضيات، عندهم قوة هجومية، وعلى المستوى الدفاع عندهم بعض الأخطاء هنستعرضها دلوقتي في الحالات الفنية. طيب كريم انا عارف ان في او سمعنا ان في مظاهرات بتحصل في مازيمبي، عايزين ندي جماهير مازيمبي عايزين ندي صوره على الحاله اللي فيها نادي مازيمبي. يعني نادي مازيمبي طبعا في الوقت الحالي هو متصدر الدوري الكونغولي الديمقراطي، يعني والدوري اصلا ما فيهوش فرق كتير، هم 8 فرق بس الفريق عنده 8 فرق يعني هم 8 فرق بس وبيلعبوا مع بعض رايح جاي. فعندهم مشكله مع الحكومه، عندهم ان هم كل الفرق بتاخد دعم ما عدا مازيمبي. ربما يعني يرجع الامر الى ان النادي نفسه رئيسه غني، هو لسه راجع اللي انا عارفه وهو يملك يعني احنا عارفين ان هو عنده حقول ماس، يعني الراجل ثراؤه يعني نقدر نقول عليه فاحش. لكن الجماهير هناك عندها مشكله ان كل الدعم بيروح لفيتا كلوب، بيروح لبقيه الانديه، ما بيروحش لمازيمبي. فهم عندهم مشكله في الحته دي. وطبعا بجانب هذا الامر نادي مازيمبي في الفتره الاخيره كان عنده مشاكل اداريه، حتى رئيس النادي كان بيقول ان انا مش هقعد كتير وهسيب الكرسي بعد كده للشبان في النادي عشان ياخدوا مناصب اداريه ونقدر نخلق جيل جديد. هو بقاله في صناعه كره القدم في الكونغو الديمقراطيه اكثر من 40 سنه بس فهو عايز يعني هم عندهم الوضع برضو حتى برضو هو ليه تصريح انا عايز اقف عنده كتير، هو صيام الصلاه هو دعا الجمهور مازيمبي ان هو يلجا الى الدعاء والصلاه والصوم في الثلاث ايام اللي قبل المباراه. طبعا كلنا اكيد حاجه حلوه قوي كلنا ان احنا نستغل الرياضه عشان نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، بس برضو في نفس الوقت بيديك الاحساس ان هم يعني ك ك ك كفريق في الفنيات و الامكانيات ما عندهمش الثقه الكامله في امكانياتهم. فالفكره في حته ايه؟ ان النادي الاهلي نادي مازيمبي على ارضه بكل امانه بيطلع كل الباور اللي عنده. فريق مازيمبي بس كده فريق على ارضه حاجه وبره ارضه حاجه ثانيه.
في وجهه نظري 70% من بطاقه الترشح لو خرجت من يوم السبت ملعب لومباتشي بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله باذن الله المهمه بتسهل كثيرا في مباراه العوده في القاهره باذن الله. يعني ماشي مع عوده رئيس النادي عندهم اعتقد بتمثل لهم كتير وكتير طبعا بهذا الزخم اللي دايما بيعمله والتصريحات اللي بيتكلم فيها. خلينا نخش فنيا شويه تشكيل مازيمبي يا احمد. نبدا الاول بتشكيل مازيمبي معانا لامين نضاي طبعا هو المدير الفني بتاعهم عنده 65 سنه. ده قدامنا التشكيل الاقرب وهم عندهم غياب مؤثر رقم 19 اوجاستن اللي هو اللاعب النيجيري في وسط الملعب عنده انذارين. اوكي. ده هيفرق كتير معاهم خاصه في الهجمات المرتده. التشكيل في حراسه المرمى اليو بادارا رقم 33. الاثنين المساكين نيتامبوي رقم 31 ومودن مونديكو اللي هو رقم 40 دول الاثنين المساكين. ابراهيم اكيتا رقم 2 وده نعمل عليه دايره اللي هو الباك رايت لانه ده اكتر لعيب صنع فرص في دوري ابطال افريقيا رقم 2. هنعمل كده مهم قوي يا جماعه الجبهه اليمين، الجبهه اليمين اخطر جبهه في مازيمبي اللي هي ناحيه علي معلول. ايوه فممكن نجد ان هو بيلعب فلان الفلانيه ممكن تلاقيه ينزل طاهر قدام علي معلول في التشكيله فما نستغربش يعني ممكن. نيجي الارنست رقم 29 ده الظهير الايسر. هيخش سيرجي رقم 30 وده اللي هيلعب مكان اوجاستن رقم 19. اوكي. الاثنين اللي بيكملوا ليكونزا رقم 35 وده اكتر لاعب مساهم في اهداف، لاعب مهم جدا هو دايما اللي بيكمل وهو صانع الالعاب بتاعهم. جنبه زيمانجا رقم 24. رقم 7 نعمل عليه دايره وده اهم لعيب وجايب له حالات فنيه كين زومبي رقم 7 بيلعب قدام ابراهيم اكيتا الجبهه اليمين القويه. ناحيه الشمال اوسكار ده مواليد 2005 لعيب صغير في السن وممكن فيل تراوري اللي هو من مالي رقم 39 واحد فيهم ده بس الايه الاختلاف الوحيد اللي في التشكيل اللي ممكن يحصل يا رقم 16 يا رقم 39 اللي هو الجناح الشمال. اما المهاجم قدام جويل بيا رقم 9 وده مهاجم واحد من المهاجمين يعني الممتازين برضو. نبص معانا احصائيه مهمه جدا على توقيت تسجيل الاهداف لمازيمبي. مازيمبي من الفرق مع المدرب اللي هو نضاي السنغالي، نجيب بس الاحصائيه بتاعه توقيت تسجيل الاهداف، هنلاقي ان مازيمبي سجل 8 اهداف من اول دور المجموعات لغايه نص النهائي. اوكي. من الثمان اهداف دول 5 في اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه في المباراه قدامنا. يعني عشان نعرضها اداء الدقائق تحت الدقائق من الدقيقه 0 ل 15 ولا جول، اول نص ساعه ما جابوش ولا جول. اخر ربع ساعه في الشوط الاول جونين. بعد كده جون في الدقيقه من 45 ل 60، بعد كده ولا جون من الدقيقه 60 ل 75، بعد كده 5 اهداف بنسبه 62.5% ودي حاجه برضو يعني نوعا ما تقلقني شويه. ليه؟ لان النادي الاهلي بقى بيستقبل اهداف في الدقيقه في الربع ساعه الاخيره كتير. استقبلنا في البنك الاهلي، استقبلنا في الزمالك، استقبلنا في انبي، ومازيمبي بيسجل. فهنا لازم يكون في لازم نراعي الاحصائيه دي. أوكي. ان احنا لازم نقسم الماتش بشكل كويس خاصه ان مازيمبي كريم بيسجل 5 تجوان من 8 في اخر الماتش في اخر ربع ساعه، اللي اصبحت بالنسبه لنا مشكله في الاربع خمس مباريات الاخيره. نجيب الحالات بقى الفنيه، نستعرض الحالات الفنيه، الصور الحالات اللي هي في الماتشات، نبص على نبدا نشوف خطوره مفاتيح لعب مازيمبي. طيب قبل بس ما نروح للحالات الفنيه كريم، برضو عايزك تديني رايك في مدربهم. طبعا لامين دياي احنا بنتكلم على مدير فني، لو نفتكر النسخه القديمه من مازيمبي كانت نسخه هجوميه جدا، وفي الفتره اللي هم اتحطوا لما كسبوا لو نفتكر السيزون اللي كسبوا فيه الترجي في الفاينل 5-0 وراحوا كسبوهم في تونس 1-0 الفريق ساعتها كان هجومي جدا. لامين دياي لا، لان نشوف ماتش بيترو اتلتيكو، عايزين يعني نبص على ماتشين بيترو اتلتيكو الاخيرين اللي هم لعبوهم، نشوف مدير فني عنده تكتيك يعني دفاعي شويه. الراجل وقف ماتش انجولا لغايه لما استقبل الهدف التقدم لبيترو، الهدف ده هو كان هيخرجه وهوب بعد كده الفريق تحول. فبنتكلم على مدير فني بيلعب، يفترض طريقته هي 4-3-3 هجوميه، ولكن بيلعب كثيرا في مباراه التكتيكيه ب 4-1-4-1. مباراه الذهاب قدام بيترو لواندا، عايز اقول لحضرتك رقم يا كابتن اسلام، الفريق في المباراه دي عمل 28 محاوله على مرمى بيترو اتلتيكو. في العوده هو كسبان 2-1 منهم هدفين طبعا من الخمسه اللي ثابت جابهم في اخر خمس دقائق، في اخر خمس دقائق 8 محاولات بس. فده يعرفك تاني ان الراجل متحفظ جدا من مديرين فنيين. احنا بنلاعب فريق
مش من فرق اللي بتلعب كره وخلاص، لا احنا بنلعب مع فريق عنده تكتيك بيلعب على هجمه مرتده. حتى الفيديو لما هنشغل مباراه، احنا معانا فيديو من مباراه مازيمبي وفيتا كلوب كانت لسه ملعوبه من 4 ايام، ماتش القمه في الكونغو الديمقراطيه. هنبص طول الماتش ده، الماتش على ارض فيتا كلوب، طبعا عارفين احنا استاد فيتا كلوب ولعبنا عليه. سايب الماتش، سايب الاستحواذ خالص لفيتا كلوب، بيلعب على المرتدات بس فقط مرتدات. وحتى يعني بصراحه فيتا كلوب كان ليهم هدف صحيح 100% ما اتحسبش، بس هو هناك عندهم فار وكده ولا نعم؟ لا ما عندهمش فار، ما عندهمش حاجه، لا لا ما عندهمش فار. يعني بص الملعب ده، بس اعتقد ان الملعب ده نجيل طبيعي. نعم ده طبيعي، نجيل طبيعي. الملعب احنا لعبنا عليه مع فيتا كلوب، ملعب مشهور. ونشوف هنا مثلا دي مثلا اللعبه اللي كان ثابت لسه بيتكلم عليها، الكره الطوليه، وقدروا ياخدوا منها ركله جزاء. وهنا بنتكلم على طبعا واحد من اهم لعيبه مازيمبي، وهو اوسكار كابوي، طبعا لعيب رقم 16، وده طبعا لعيب صغير في السن، لعيب بنتكلم عنده 18 سنه وبيلعب بيلعب اساسي مع الفريق. وبنشوف ازاي السرعه، وازاي النهارده قدر ان هو يحط رجله، لعيب مهاري جدا جدا جدا. اللي عاجبني ان الجون طلع يقول لك مفيش حاجه، لعيب يقول لك مفيش حاجه. بص 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 بس كلهم كده. لا لا بس دي 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 ما دي ما فيهاش كلام. نعم دي ما فيهاش كلام. صحيح اتفضل يا كريم. طبعا عايز اقول لك مبروك ريال مدريد، مبروك ريال مدريد التأهل، الحمد لله. مبروك ريال مدريد. انا يا جماعه بحب ريال مدريد بعد النادي الاهلي، تيجي تسالني اقول لك ريال مدريد على طول تأهل. مبروك ريال مدريد بيتأهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح. اذا المباراه القادمه ريال مدريد وبايرن ميونخ بعد فوزه على الارسنال. نعم نرجع تاني لمازيمبي، نرجع لدوري ابطال افريقيا. كريم زعل. كريم هات لك كريم زعل. زعل عليا وبص. هات لك على الورق احسن امبارح. حظي وحش الاسبوع ده خالص يعني. يلا الحمد لله. مانشستر سيتي وبرشلونه. لا ايه في يومين والله يعني. مش مشكله. ده كان متعصب بره قوي. والله. مش مشكله. فنرجع تاني لمازيمبي، مازيمبي من الفرق ونقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام. مش هتكلم عشان برضه الدرع النهارده فحسيبه يا عم. نقطة مهمة جدا ان احنا في المباراة الجاية دي مازيمبي مش هيلعب بزون ديفنس، مش هيلعب بتكتيك، هو عارف ان فرصته قدام النادي الاهلي المباراة اللي على ارضه. هنا بنكمل. بص بقى هنا طبعا عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا بصراحة، فريق يسر في العرضيات. ايه؟ في العرضيات. لا وكمان بص كمان يا ثابت، الفكرة في حتة الفريق عشوائي جدا 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 في تمركزه. يعني بص عارف هنا دي باس ده مارادونا، معلش نرجع الحتة دي، نرجع الهجمة اللي فاتت تتكلم. بس لو حصل ان لاعب راوغ لاعب حصل مراوغه، بص هنا الوينج الشمال بتاع فيتا كلوب خلاص هيروح انفراد جول. فالفريق فريق مازيمبي في الملعب بنشوف ملعب يعني توزيع عشوائيه بحته، الفريق مش واقف، حتى ايفن فريق في الدفاع بص في واحد مغطي الاوفسايد، واحد هنا مع نفسه، الفريق متشتت تشتت كبير جدا. المازيمبي اللي هو الابيض في الاسود بالظبط، اللي هو شبه المقاولين بالظبط. وفيتا كلوب احنا ما عارفينهم يعني، لعبناهم كتير يعني للي ما يعرفش. ونقطه مهمه ان فيتا كلوب برده في هجومه يا كابتن اسلام مركز على الاطراف، يعني بص برده دايما في الهجوم بتاع فيتا كلوب مركزين على الاطراف. وهنا طبعا مازيمبي نقطه ثانيه، نقطة دي خطيرة جدا، لما بيتقدم في النتيجة ما بيلعبش اللعب بتاعه بقى، بيرجع برضه يقفل ويبدأ يعمل أي زحمة قدام. دي الكورة اللي احنا بنتكلم عليها، طبعا الكورة طبعا هتظهر في الإعادة إن هي هدف صحيح 100% لعين العيال، خلاص مسكوا دماغهم يعني. الكورة عدت طبعا بكامل محيطها خط المرمى، بس ولا اللاين مان ولا الحكم المباراة شافها. لا نكمل هتلاقي الكورة عدت. صعبة. لا لا عدت كمل. عدت بكامل محيطها، بس الحكم ما عندهمش فار، فالحكم ما حسبهاش، وفضل فيتا كلوب بيلعب متاخر بهدف نظيف. وهنا كل ده مش الشوط الثاني، مازيمبي يا كابتن اسلام بيلعب على المرتدات، هو أوكي. سايب. وطبعا النقطه دي مهمه، احنا شفنا الضربات الركنيه ثابت كلها بتروح للاعيبه فيتا كلوب، هنا مازيمبي بيعتمد على هجمات المرتده، كل هجماتهم كانت مرتدات ومرتدات خطيره، خطر كلها. ده برضو اوسكار كابوي ده لازم ناخد بالنا منه، ده مش لعيب. موجود الماتش الجاي. نعم اوسكار موجود. اوسكار موجود. اوسكار موجود. 16 موجود. اوجاستن اللي غايب. اوجاستن صح، وبيشوطوا بيشوطوا كتير من خارج منطقه الجزاء. بس انا احساسي ان هم هيدافعوا قدامنا في ارضهم. اشك يعني انا شايف ان اول ربع ساعه واول نص ساعه هيعملوا حساب كبير جدا. هم كسبوا 2 هم كسبوا 2-1، ده الهدف الثاني ليه. جون حلو صراحه. تيبي مازيمبي جابوا الهدف الثاني من هجمه مرتده، وبعد كده فيتا كلوب هيحرز هدفه الوحيد من هجمه يعني وحيده كده في الدقيقه 93. بس انا يعني هو خلي بالك يا ثابت الملعب بتاعهم فعلا كابتن سامر، الناس بتعرف
يعني ملعب فيتا كلوب احلى من من ملعب جاي مازينك. منين جاي من الجبهه اليمين آه. مين اللي رافع ده؟ كونزومبي رقم سبعة بالظبط، ده اخطر لعيب عندهم. رقم خلي بالك عملها له حلو صعبه آه. مش لعيب كويس جدا 39 آه. ده الجناح الشمال هو 39 ده اللي مش هيبقى موجود. لا هيبقى موجود برضو. 39 هو 39 ساعات بيلعب جناح وساعات مهاجم. فهي نرجع الجون الخطوره كلها. بص 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 يا كابتن اسلام في الجنب اليمين اللي هو كونزومبي ده اخطر جبهه عندهم، لعيب كويس جدا كويس. وده هيلعب في ظهر معلول اخطر جبهه النهارده. مارسيل كولر لازم يفكر مره ثانيه في الجبهه اليمين. لو لقينا اسم اكثر دفاعا مع معلول لو مع هيلعب معلول تعرفوا بس ان في حاجه في لانه الجبهه دي هي الافضل والاخطر هنا في الجزء. لو جبنا حتى الحالات، هات الحالات الفنيه اللي هي الصور هتلاقي دي بتاكد خلاص. عندك حاجه ثانيه هنا كريم ولا نعم عايزه بس الحته دي برده عن الجبهه اليمنى لمازيمبي هي الجبهه الضعيفه الجبهه اليسرى اه جاب كل هجوم فيتا كلوب في المباراه الاخيره كله كان من على الجبهه هي دفاعيا دفاعيا ضعيف شويه ولكن هجوميا لا قويه قويه جدا. مازيمبي عنده الاثنين الجناحات بتوعه اثنين جناحين مميزين آه. جدا 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 هو بيلعب على مرتضى بشكل كويس صحيح. احنا بس عايزين بس لو ممكن يعني نجري الفيديو شويه عشان نجيب الهدف بتاع فيتا كلوب برضه عايزين نشوفه برضه. ده كان في الدقيقه هو كان في الدقيقه 92 يعني برضو احنا شايفين كل الهجمات. بص بس بص دفاعهم في المراقبه آه. كل لازم كل نستغل طبعا انت عايز تلعب فيها جبهه علي معلول يعني لو تقدر طبعا هجوميا بنتكلم هجوميا ان هم يشتغلوا على الجبهه اليمنى دي برضو هجمه مرتد ده كله مرتدات مازيمبي آه. كل لعبه ده اعتقد ده الهدف ده الهدف فعلا. هنا طبعا اختراق كامل للمباراه وبيتلعب كره عرضيه واللاعب بيحطها في لا لا رجعها سنه كده معلش بعد اذنك رجعها سنه لا ايوه دي هو في حد بيقف كده يا جماعه اختار بص هو وده طبعا طلع هم عشوائيين جدا صح عندهم عيب الافارقه في الدفاع تمركز الدفاع تحس ان هم كلهم صحيح. بيبصوا على الكوره صحيح اللي هو العيب الافريقي في موجود دايما في المدافع الافريقي تحس انه بيبصوا على الكوره وبيسيبوا المهاجم وده احنا لازم نستغله صحيح. يعني واحد زي اسامه ابو علي لازم يبدا صحيح لازم نبدا بصراحه يعني اسامه ابو علي ما لازم خلاص في ماتش زي ده يبدا حد بيقول لك بصراحه او كهرباء طيب خلينا ننتقل للحالات الفنيه نبدا في الصور نستعرض الصور الحالات هنلاقي الجبهه اليمين عندهم. بص حضرتك انا جايب كل الاجوان اللي جابوها ده ماتش ايه ده يا سامي ده الماتش اللي هو مع الفريق النوازيبو المرتاني ده في المجموعات في المجموعات. بص مين اللي رافع رقم 2 اللي هو الباك رايت ده اكتر اللي هو ابراهيم اكيتا صانع 19 فرصه. هنا انا هتكلم الجبهه الشمال هنقفلها ازاي؟ هل معلول هيروح لوحده ولا لازم حد يسانده؟ والنهارده المساند الثلاثه اللي في وسط الملعب اللي ناحيه الشمال اللي هو مثلا كوكا لازم يقرب من معلول والجناح الوينج اللي واقف قدامه عشان تقدر تعمل تقفل الجبهه دي. انت النهارده كهات الصوره اللي بعدها بص جت جون على طول. كمل الصوره اللي بعدها هنا بقى الجون. بص يا كابتن اسلام الجون اللي جابوه في صن داونز ده جون مهم جدا برضو عملوا ايه في صن داونز. انا اقصد بكلمه ان هم هيدافعوا قدامنا ان الماتش كله مش هيبقى دفاع لا هم هيقسموا الماتش. اول ربع ساعه هتلاقيه دفاع بعد كده يبداوا يعملوا ايه عرضيات صحيح. يعملوا تمرير طولي يعملوا هجمات بالشكل ده. عندهم الجبهه دي بص حضرتك هنا كونزومبي اللي بيرفع فهنا لازم الضغط على الجبهه اليمين ما ادلوش مساحه يعمل عرضيه ما ادلوش مساحه يعمل الريسك في العرضيه. كمل صحيح هنا الكره جت جون في صن داونز ده الجون اللي جابوه في صن داونز. هات الصوره اللي بعدها تلاقي ان المدافع حطها بص بص حضرتك هنا جول بيا اللي هو المهاجم طلع وفاضي لوحده خالص والمدافعين سايبينه وقدر ان هو يسجل من خلال الصوره اللي بعدها برضو ده جونهم في صن داونز ده جونهم في بيترو اتليكو او احد الهجمات في ماتش بيترو اتليكو اللي هو كان في ملعب مازيمبي اللي هو خلص 0-0 برضه كمل. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي الكره اتلعبت من اليمين. بصراحه الماتش ده يعني بص كريم كان يقدر يسجل ما اعرفش خلص 0-0 ازاي. بص كان يقدر يسجلها برضه من اليمين ضيعوا كميه فرص في الماتش ده كانت غريبه بصراحه. هات الصوره اللي بعدها برضه هنا ده الجون اللي جابوه في بيراميدز في اللي هو الماتش اللي خلص 3-0 هنا برضه كانت الكره جايه منين؟ من اليمين محمد حمدي راح ضغط على الباك رايت اتلعبت ومدافعين بيراميدز كانوا سرحانين. انا بس اتمنى فعلا لعيبه الاهلي ما تركزش مع المدرجات لان فعلا الموضوع صعب. بص مدرجات قريبه جدا جدا من الملعب وهتمثل ضغط برضه وعصبي علينا. هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل. هي على فكره قصه الجماهير لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره هو بس الفكره في الرطوبه الفكره في الشمس يعني في حته الرطوبه معدل الرطوبه عالي لكن حته الجماهير انا شايف ان اللعيبه عندنا تعود قريبه بس قريبه يا ثابت صوت الجماهير حد يعني احنا بنقول مثلا انا بقول لك ايه انه الملعب ده الحاله العامه وانت رايح بتبقى مش لطيفه لكن اللي انت بتقوله ده كله صح
الجماهير والبتاع مش كل ده بيعدي وبنشوفه كتير، ولكن اللي انا اقصده انه الحاله العامه دايما هو نفس الاوتيل اللي بينزل فيه من سنه 2000 لغايه دلوقتي، هو ما اتغيرش، نفس الاوض ونفس السحالي ونفس التعابين هي هي نفس كل حاجه موجوده تلاقيها كده وتسلم. يعني لو الواحد راح دلوقتي سنه 2003 مش فاكر ولا هو 4 رحنا مره مع الاسماعيلي ومرتين ثلاثه مع الاهلي كانوا هم السحالي والبتاع. فانا قصدي اقول لك انه الجو العام كله ده ما يخوفش على فكره، حاجات كلها لطيفه جدا وكويسه مفيش اي حاجه يعني يا جماعه انا بهزر، لكن انا اقصد اقول انه في الاخر الجو العام كله كده بس. طيب في تكمله برضو نخش على اللاعب رقم 7 كونزومبي. هات الصوره اللي احنا بص حضرتك هنا، كونزومبي اللي هو رقم 7 ده عنده اصرار دايما على الدخول للعمق. فالنهارده غياب مروان عطيه هقفل الحته دي ازاي؟ هنا برضو هل هحط كوكا هحط السليه في حته العمق؟ كونزومبي كمل الصوره اللي بعدها، بص هو جاي منين عشان يشوط. كونزومبي اللي هو اللاعب رقم 7 اللي صورته تحت دايما عنده اصرار على الدخول للعمق والتسديد. كمل الصوره اللي بعدها نفس الشكل، هنا برضو قدام بيترو اتليكو عنده اصرار على الدخول والشوط اللي هو الجناح اليمين. الصوره اللي بعدها برضو الحاله الفنيه اللي بعدها هنا الجون اللي جابوه في الماتش الاخير في بيترو اتليكو اللي جابها مين؟ كونزومبي برضو من خلال الجبهه اليمين. هنا بقى دي المشاكل الدفاعيه اللي كريم كان بيتكلم عليها، اهم وابرز المشاكل الدفاعيه. المشاكل الدفاعيه في الرقابه في العرضيات هي واضحه يعني مش محتاجه بصراحه. بص بص حضرتك هنا في اكتر 3 لعيبه من فرقه بيترو اتليكو واقفين فاضيين في العرضيه، فانت النهارده ازاي هتستغل المشاكل الدفاعيه الموجوده بحد عنده سرعات سواء كهربا او سواء وسام ابو علي، حد عنده سرعات واحد زي رضا سليم بيرسي تاو عودته مهمه في المساحات دي تقدر ان انت تستغل الحاجات دي. كهات الصوره اللي بعدها برضو هنا ده مثلا انفراد لسان داونز في ماتش المازيمبي وسان داونز. بص لعيب سان داونز هنا رايح انفراد ضيعها ده في مازيمبي كمان، ده في ملعب يعني مازيمبي ده في ارض مازيمبي، فهنا أوكي. هنا برضو كان يقدر مازيمبي سان داونز مثلا يتعادل، فرغم ان هم ملعبهم قوي انا شايف ان هم سر قوتهم في ملعبهم في ارضهم اوكي، بس لو النادي الاهلي كامل اقدر اقول لحضرتك كعبنا يبقى، لكن طالما عندنا غيابات لسه لازم نحترم المنافس بشكل كويس جدا، لازم نلعب تشكيلك بسرعه عشان الوقت. انا شايف النادي الاهلي محتاج يلعب 3 ورا 3 لازم استحاله. المهم انت حر بس انا شايف كده، انت شايف قول بصراحه ليه بقى؟ هقول لحضرتك فرقه مش هيحصل يا جماعه، انا بقول لكم دلوقتي يعني عمرها وعمري ما شفت مدرب اجنبي حياتي وفي يومين كمان في الماتش اللي بره ما عندوش مازيمبي لما يجي لعبنا هنا هيلعب بثلاثة ورا يعني هو مش 99% يعني صح. لو حصلت تبقى 1% يعني ده يبقى بص يعني تبقى حصلت في تاريخ النادي الاهلي مرة. لا هو حتى كمان يعني بروفيشنال وايز استحاله اي مدير فني يروح يلعب يغير الخطه وهو اصلا ما عندوش وقت ان هو يجربها. هقول لك هيجربها امتى؟ طب ممكن اقول لك ليه؟ لا انت تقول وجهه صح قول انت بتشوفها انا شايف ان مروان عطيه مش موجود وما عندكش لعيب 6 بنفس يعني بنفس الطول. كوكا مع فرقه بتعمل عرضيات كتير جدا ده هتهريك طول الماتش صح. عرضيات لا خلي بالك انا معاك فنيا اي لاعب بثلاثه ورا، بس كابتن سامي يقصد ان المدير الفني عشان قدام لعيبته يعني صورته قدام لعيبته بيقول لهم ايه هنغير الخطه، فكل واحد هيبص له يقول لك يا كابتن احنا ما لعبناهاش يعني في نسبه خطا. لا لو حد اخطا بالظبط ما شفتش ما وقفش ما جريتش ما عملش يعني خلاص حر قول رايك. انا شايف ان اللي طبعا مصطفى شوبير الثلاثه اللي ورا هيبقى ربيعه وجنبه محمد عبد المنعم ومحمود متولي او محمد هاني على حسب الجاهزيه، يعني محمود متولي يخش مساك ثالث او محمد هاني يبقى مساك ثالث وساعتها تلعب اكرم توفيق باك رايت او محمود متولي يبقى محمد هاني باك رايت. ماشي. ناحيه الشمال علي معلول، ليه برضو انا حميت معلول وحميت هاني او حميت اكرم توفيق لما العب بثلاثه ورا والعرضيات انا شلتها كلها. الاثنين اللي في وسط الملعب طبعا عمرو السليه واحمد نبيل كوكا، على الاطراف رضا سليم ناحيه اليمين رضا سليم بيجيد قوي، رضا سليم وبيرسي تاو وسام ابو علي. تمام اتفضل. نفس تشكيل مباراه نادي الزمالك، هشيل بس عمر كمان عبد الواحد لعدم القيد وهحط انهي تشكيل؟ تشكيل المباراه بدايه المباراه بدايه المباراه نفس مفيش هو مش هيغير اي شيء غير بس ان هو هيشيل عمر كمان عبد الواحد واتمنى ان هو يحط رضا سليم بحيث هو هيلعب بطاهر ما قدام معلول، ده بالنسبه لي امر مفروغ منه بالنسبه لعقليه مارسيل كولر بالنسبه لي الجبهه الدفاعيه الاقوى او الهجوميا اقوى من ان طاهر هو احسن جناح في الاهلي بيدافع، بس اتمنى بس ان هو دايما لما تلعب بجبهه هجوميا دفاعيا حط على الجبهه الثانيه حد يهاجم
اوزن ده دفاعي شويه وده هجومي شويه، فابدا برضا يعني اتشوف اتمنى ان ياخد رضا يعني رضا سليم ياخد مساحه. وبيرسي طبعا بعد فتره الغياب دي صعب جدا ان هو يبدا من اول مباراه، اعتقد يبقى ورقه على الدكه، وهنلعب برضو بيه الاربعه ثلاثه ثلاثه بتاعتنا. بس انت كده قلت مودست. نعم مودست كده. لا 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 لا، ونبدا بوسام طبعا، اصل نفس التشكيل. لا لا اسف، لا لا اقصد كطريقه، كطريقه لعب، لكن هتلعب بوسام. بوسام هو المهاجم الصريح، ورضا سليم مكان عمر كمال قدام محمد. وفي حاجه تانية انت كده عايز تحط نيدفيد مكان السوليه. لا، عمر السوليه يفضل معايا على الدكه، عمر يلعب شوط تاني، نيدفيد ياخد شوط بس يصمت شو اكتر من كده شويه. لكن هو الماتش زي ده مش محتاج خبره. ما هو عمرو هيقع منك، بس هيقع منك بدري. عمرو مش هيلعب معاك سنه دي، هيقع منك بقاله فتره، خلي بالك هيقع منك بدري. بس خبرات السوليه في الماتش زي ده، السوليه يفنش معايا احسن ما يبدا معايا، ده وجهه نظر شخصيه. خلي بالك كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ممكن ما يكونش موجود خالص، ويبقى في حاجه تانية في دماغ الراجل. عايز حاجه بجد، اللي ثابت شرحه في حته انه يلعب بتطور ده منطقي للغايه قدام فريق على ارضه بيلعب اكتر. مش من كولر، ولكن من اي مدير فني. بالظبط دي الوقت. طب ما موسيماني كان بيلعب، موسيماني عملها مع حمدي فتحي، مش بس كان مجربها معاه ما بين الاثنين المساكين. لا، وحمدي فتحي مختلف عن اكرم او هاني او متولي. خلي بالك ربيعه يلعب في الحته دي، ربيعه ويبقى متولي مختلف عن حمدي فتحي برضه. حمدي كان الاساس بتاعه، هو كان بيلعبه في نص الملعب، كان بيرجع في بعض الاوقات اللي بيبقى مضغوط فيها قوي، مسقطه خطوتين ورا وبعدين يطلعه قدام تاني. فاهم الفكره؟ الظروف الحاليه في الغيابات تتطلب ان النادي الاهلي يلعب 3 ورا في ماتش مزاجي. حلو، ماشي، جاوب بقى انت على السؤال ده. هتجرب اللعيبه قدام المدير الفني اهو، هتلم الناس تقول لهم يلا يا جماعه احنا خلي بالكم الماتش الجاي هنلعب 3 ورا، كل الفريق هيقول لك ايه يا كابتن احنا ما لعبناهاش. لا يا كريم، ده لعيبه عندها خبرات ولاعيبه عندها. طب ما انت ولا تمرين في بعض الاوقات بتلعب 3 ورا اصلا. احنا ممكن في بعض الاوقات تحتاج ان انت تلعب، يعني انت مثلا ممكن تبدا باربعه. أيوة أيوة، وتنزل مساك تاني. ما عملناش مع كولر، بس كولر عادي ممكن لا ما لعبهاش، بس انت ممكن تعملها. صعب صعب، طالما الظروف. انا متفق معاك نظريا، متفق معاك جدا، انا مش مختلف معاك، بقول لك عمليا صعب. انا اتمنى ان الماتش مثلا نحاول ان انت بتدافع وتخطف جول، عرفت ان انت 1-0 كان بها اسوا الظروف، بس انا شايف ان لازم تحاول تلعب ان انت تجيب جون برضو. يعني مثلا خسارتك 2-1 احسن من 0-0، احسن من 1-0 طبعا، يعني بحيث ان انت هنا تقدر تعوض بجون. طبعا طبعا، انا بشوف ان هو صعب جدا ان هو يوصل ل 3-4-3 دي في مثل هذه التوقيتات، استحاله من وجهه نظري. هيلعب باربعه ورا وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، وهيبقى اقرب الى وحاجه تانية برضه كاستيم، عشان برضه نوضح للساده المشاهدين انك لما بتلعب بثلاثه ورا انت بتضطر غصب عنك تستغنى عن الجناحات الهجوميه بشكل معين. لان الفول باك بتاعك بيتحول للاعب طاير، صح، هو اللي بيشيل الجبل لوحده. معلول وهاني، وانت معلول وهاني بالظبط، وانت كمان عندك مشكله بدنيه. الناحيه دي الناحيه اليمين يعني بتاعت فريق الكونغو هي الاقوى من الناحيه الهجوميه، ولكنها الاضعف من الناحيه الدفاعيه. لا، والطريقه الطريقه ورا قاتله للفول باك بدنيا. ان هو بيبقى لوحده، محدش هيساعده، انك لو هتحط جناحات قدامه انت هتفرغ نص الملعب. عشان تعرفوا احنا كنا بنتعب ازاي. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. هذه المباراه اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا وربنا يوفقنا، وانا عارف ان حضراتكم دائما المساندين والاقوياء، واقوى مسانده هتكون موجوده من النهارده لغايه بدايه المباراه ان شاء الله يوم السبت القادم في تمام الساعه 3. اشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك. كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، والحمد لله بعثه النادي الاهلي وصلت الان منذ تقريبا 10 دقائق الى كونغو، وبالتالي ان شاء الله هتجي لنا بقى الاخبار تباعا ان شاء الله تشوفوها من خلال قناتكم قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.